السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. إن شاء الله الحديث اليوم حنبدأ إن شاء الله نحاضر على ماذا من المواد اللي بدرسها إن شاء الله في هذا الفصل. مولكولار بيولوجي تكنيكس، وهذا صحيح المادة عبارة عن امتداد للمادة السابقة في الفصل الماضي بحكم تحدثنا على المولكولار بيولوجي، انه اصبح الان لدينا فكره طبيعه الخليه، طبيعه النيوكليوس داخلها الكروموسوم، تمام، وايش المكونات بتاعت هذا الكروموسوم. وبدا يفهم الانسان انه في عندنا هناك دي ان ايه مع بروتين. هذا الدي ان ايه عباره عن نيوكليوتايدز، هذه النيوكليوتايدز بدورها بتمثل حاجة اسمها جين، اللي بنقول عنها الكودينج سيكونس والنون كودينج سيكونس، تمام. وبدينا نعرف ايش معنات الجين وايش معنات انترون واكسون، تمام. هذه كلها امور احنا تعرفنا عليها في موضوع المولكيولار بيولوجي، وكذلك تحدثنا على عملية الريبليكيشن والترانسكريبشن والترانزليشن بروسيس، فالصورة نوعا ما كانت واضحة لهذا اللي بيحصل عندنا في موضوع الدوغما بتاعت الدي ان ايه. وعملية الاكتشاف اللي صارت في خارج الجسم من خلال معرفة الانزيمات، تمام، بدينا نحاول نفهم طبيعة الريبليكيشن كيف ممكن تصير، والترانسكريبشن بروسيس كيف ممكن تصير. وكان هناك كمان حديث عنا على بعض من الـ RNAs، وتحدثنا على موضوع الريجوليشن بتاعت الجين اكسبريشن، تمام. as well as كان عندنا حديث على other molecules موجودة في داخل الدي ان ايه، تحدثنا عنها عبارة عن transposable elements او مثلا repeated sequence، تحدثنا عنها سواء كان highly repeated او moderate repeated. هنا الامر بنقلنا انه لابد يحصل عندنا التعامل مع هذا الدي ان ايه، مع تطور العلم اللي صار كان لابد نطلع على حاجة بسموها الدي ان ايه ريكومبينيشن، اللي هي عبارة عن عملية اعادة صياغة الدي ان ايه، وكيف نقدر احنا نحاول نحل مشاكل، تمام، ممكن احنا بنعاني منها كامراض، تمام. وهذا الكلام طبعا بيتطلب انه يكون عندي انا، يعني وكأني انا بعيش في مثلث المعرفة من باب الميديكال جينيتكس وكذلك المولكيولار تكنيكس وكذلك موضوع المولكيولار بيولوجي، على اساس يقدر الواحد يحاول يربط الامور مع بعض بشكل اجمل. فهنا خلينا نحاول احنا نتعرف انه هذا الدي ان ايه لابد احنا نتعامل معاه خارج الخليه، تمام، ونعمل له عمليه اللي هو اعاده، خلينا نقول نوع من الصياغه، كيف احنا ممكن نعمل ديمونستريشن لعمليه الريبليكيشن في داخل اللاب، تمام، من خلال تيست تيوب. وهذا الامر الصحيح كان من خلال عمليه الاكتشافات اللي صارت عندنا لانزيمات، لترانسكريبشن فاكتور، لريستريكشن انزايم، انزيمز بتقطع، لماشين بتقدر تعمل عمليه حاجه اسمها سيكونس، معرفه اللي هي طبيعه النيوكليوتيد الموجوده عندنا، وطبيعه التكنيكس اللي احنا هنتعرف عليهم ان شاء الله في خلال الفصل هذا. هذه كلها التقنيات بتعطيني دلالة على ايش احنا نقدر نصل في الاخر الى عملية تشخيص مرض، او كيف احنا ممكن نحاول نعالج المرض على مستوى جينيتك ليفل، انه احنا بنقدر نعمل عملية نوع من الاستبدال، من احلال بعض من الطفرات الموجودة على اساس يكون في عندنا حاجة بسموها الجين ثيرابي. وهذا كله صحيح في خلال القرن العشرين، او نقدر نقول بدأت تتطور هذه العملية وما زالت متطورة بتطور التقنيات الموجودة في العالم على مستوى الدي ان ايه وكذلك على مستوى البروتين. اكيد في هناك قفزة رهيبة جدا في هذا الموضوع.
فهذا الحديث إن شاء الله هيتمثل معنا إنه إحنا كيف نتعامل مع هذا الدي إن إيه أو الآر إن إيه من خلال تقنيات معينة عشان نقدر نحصل في الآخر على عملية دياجنوسز أو على عملية الحصول على جين طبعا ثيرابي، أو كذلك نقدر نحاول نعرف قيمة الأشياء الموجودة عندنا في داخل الخلية. كيف أنا ممكن أعرف قيمة هذا الإنزيم من خلال تعطيله، ونشوف إيش اللي بيحصل فيك يا خلية بعد ما نعطل هذا الإنزيم، أو ممكن أقدر أعمل كذلك أعالج جين إنه في عندي جين صار فيه ديفكت، إني أدخل جين بشكل أفضل وسليم بحيث إنه يعمل عملية اللي هو إعادة صياغة للبروتين السليم في موضوع الجين ثيرابي. إذن هذا كله كلام له أرضية من التكنيكس اللي إحنا حنتحدث عنهم إن شاء الله رب العالمين في خلال الفصل هذا. فإن شاء الله في خلال الفصل هذا حنتحدث على عدة تكنيكس، وعلى رأس هذه الأشياء اللي حنتحدث عنها حنتحدث بداية على موضوع الدي إن إيه والآر إن إيه إكستراكشن. زي ما إحنا عارفين طبعا إحنا بنتعامل مع خلايا، بنتعامل مع أنسجة سواء كان لهيومن سواء كان لأنيمال سواء كان لماوس. هذا كله طبعا احنا لابد نعمل عملية اكستراكشن للدي ان اي او الار ان اي عشان تقدر تقيم ايش وضع هذا الدي ان اي وهذا الار ان اي من ناحية كوانتيتي طبعا، او من ناحية الكواليتي، من ناحية الافيشنسي في موضوع جين اكسبريشن اند سو اون، او اي طفرة موجودة عند هذا الجين او هذا طبعا الار ان اي الموجود عندي. فمن هنا كان لابد نأخذ نظرة على موضوع الدي ان اي والار ان اي اكستراكشن. الشغلة الثانية كمان هذا الدي ان اي والار ان اي طبعا عندما احنا نعمل عملية الاكستراكشن ونعمل عملية البيوريفيكيشن للدي ان اي او الار ان اي، طبعا محتاجين نتعامل مع هذا الموليكولز الموجود امامي بعد ما احنا تاكدنا من النقاوه بتاعته البيوريتي بتاعته. تمام، هنعمل له عمليه الموديفيكيشن اللي احنا بنعملها، وهذه على راس هذه الموديفيكيشن طبعا احنا هنعمل حاجه بسموها ريستريكشن انزيمز، انه كيف نقدر نعمل عمليه الكت لهذا الدي ان اي في خارج الجسم في داخل اللاب، هنتحدث عنه إن شاء الله بشكل مفصل. كذلك إن شاء الله هنتحدث على التكنيك متعارف عليه وعمل قفزة في موضوع المولكولار دي ان اي ريكومبينيشن اللي هو عبارة عن البي سي ار بوليمريز تشين رياكشن، كيف احنا نقدر نعمل عملية امبليفيكيشن لقطعة دي ان اي موجودة عندي او لقطعة ار ان اي، يعني كيف يكون عندي وان موليكول اقدر احصل منه على عشرات الملايين من هذا الموليكول. هذا الشغل كما انه ان شاء الله حنتحدث على حاجة اخرى بسموها الموليكولار كلونينج. يعني احنا تحدثنا على بي سي ار انه احنا بدنا نعمل عملية مالتيبليكيشن، وكذلك في تقنية قبل كانت البي سي ار اللي كيف نعمل احنا عملية كلونينج، انه انا في عندي قطعة دي ان اي كمان من خلال وضع هذه القطعة في داخل الخلايا، تمام، الخلايا البكتيرية او في داخل حاجة بسموها فيكتور. تمام، هذا القطعة انه احنا بامكان نعملها عملية مالتيبليكيشن من خلال نمو هذه البكتيريا اللي يوجد في داخلها حاجة بسموها فيكتور او اللي احنا ممكن نسميها بلازميد، انه كيف نحصل على كمية كبيرة جدا من القطعة الدي ان اي that we are interested in. ممكن طبعا احنا نخزنها عنا في داخل ثلاجات معينة لفترات طويلة جدا جدا في هذا الامر. وكذلك الخلايا ممكن احنا طبعا نخزنها ونعمل عليها عملية اللي هو study سواء كان اليوم بعد سنة عشرات السنين وتمشي الامور بشكل جميل. وكذلك الدي ان اي او الار ان اي ممكن نعمل له ستورج لفترات طويله. كما انه ان شاء الله حنتحدث في خلال الفصل على موضوع السيكونسينج، انه بالفعل كيف استطاع العلماء، وهذا الكلام من خلال البدايات كانت في الخمسينات على موضوع السيكونس بتاعت الامينو اسيد بتاعت البروتين، هذا استفز العلماء بحيث انه يقدروا يعملوا عملية سيكونس للدي ان اي، ايش طبيعة النيوكليوتايد الموجودة عندنا،
من الـ A والـ C والـ G والـ T طبعا طبيعي. وهذا الكلام كان من استخدام تكنيكس كلاسيكال تكنيكس، وبعد هيك تطورت الأمور وصار عندنا أدر أدفانس تكنيك بتكون مور يعني فاليوبل مور افيشنت، وكذلك بتخفف من انه يكون عندنا عرضه لبعض من الهازارد اللي ممكن نلاحظها في اللعب. وتطورت بشكل بالفعل رهيب جدا جدا، انه احنا ممكن نعمل سيكونسنج الان في خلال ساعات. قبل كنا نعمل سيكونسنج، طبعا بحكي عن السيكونسنج للجينوم، وكلمه جينوم المقصود فيها هنا ماي كروموسومز من 1 ل 23، كان ياخذ شغل سنوات ويتقسم الشغل على عدة دول في بدايات 1990. الآن طبعا في خلال ساعات احنا ممكن نعرف طبيعة الجينوم بتاعنا بشكل صحيح رهيب جدا جدا. وهذا سهل في ان نقدر نتعرف على الدي ان اي ونفصل الدي ان اي بشكل اجمل، ونعرف ايش طبيعة المكونات وطبيعة الريبيتد سيكونس وهلم جرى في هذا الموضوع. فان شاء الله رب العالمين حيكون حديث كمان على اذر برضو تكنيكس اسمهم ساوترن بلوتينج ونورتن بلوتينج ويسترن بلوت، ان هو احنا من خلال عمليه البلوتينج هذا الدي ان اي او الار ان اي تمام او البروتين. الساوترن هو عباره عن عمليه انفستيجيشن على سيرتن يعني سيرتن بيس اوف دي ان اي من خلال تكنيك اسمه ساوترن بلوت، انه احنا بنضع هذا الدي ان اي على ممبرين وبعد هيك بنحاول نشوف القطعه اللي بندور عليها موجوده او لا. وكذلك الار ان اي بنضع هذا الار ان اي على ممبرين وبنشوف هل يوجد هذا الار ان اي اللي احنا بندور عليه موجود او لا. وكذلك البروتين نفس القضيه، انه انا في عندي الوت اوف بروتينز، لكن بعد ما نضع هذه البروتينز بنحاول برضه نشوف ذا بروتين ذات وي ار انترستد ان اكزيست اور نوت. اذا هذا بتمثل في موضوع ساوترن بلوت نورترن بلوت وويسترن بلوت. كذلك حنتحدث ان شاء الله عن عمليه ايفالويشن للاشياء داخل الخليه، بمعنى ان سيتو هايبريدايزيشن، انه نتاكد انه في داخل هذه الخليه في داخل هذه النيوكليوس توجد عندي مثلا هناك طفرات، او بلاش اقول طفرات، هل يوجد صار هناك عندي حذف، هل يوجد عندي صار ترانسلوكيشن على مستوى الكروموسومات مع بعض. هذا الكلام ان شاء الله حنحاول نشوفه بخلال ان سيتو هايبريدايزيشن. كمان ان شاء الله حنحاول نتطرق الى تكنيك اخر اسمه يعني كنوك اوت او ترانزجينيك انيمال، انه بالمعنى الاصح انه احنا بامكاننا نقدر نعطل جين او نقدر نعمل عمليه حذف لجين ونضيف جين سليم. هذا الكلام ان شاء الله حندرسه من خلال دراسه النوك اوت ماوس. كمان هناك شيء اخر ان شاء الله حنحاول نتطرق له، موضوع الدي ان اي بوليمورفيزم، انه بالفعل عمليه البوليمورفيزم الموجودة عندي على الدي ان اي بنستطيع من خلالها انه احنا نقدر من خلال الدياجنوسز نقدر نشخص ونعرف مين هو المسؤول عن اشياء معينة، من ناحية اذا وجدنا في تشابه، من ناحية الابوة، اذا في عندي جرائم قتل، في عندي جرائم اغتصاب، تمام، نقدر نحدد مين هو الشخص المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم. وهذا الدلالة تأتي من خلال اللي هو طبيعة الاختلاف ما بين الأشخاص اللي هي بسموها عملية البوليمورفيزم، وهو عبارة عن اختلاف في سيرتين نيوكليوتايدز موجودة في هذا الدي ان اي. وهذا طبعا كان من خلال طبعا السيكونسينج أعطتني مجال ان اعرف وين هي المناطق اللي في جسمي بالفعل اللي ممكن اقول فيها اختلاف من انسان الى اخر. كما انه ان شاء الله حنتحدث على نقطة اخيرة اللي هو حاجة بسموها جينوم اديتنج، اللي بيقولوا عنه طبعا الكريسبر، اللي هو عبارة عن تقنية من التقنيات الرهيبة، انه بالفعل كيف احنا بنستخدم اشياء من خلال بكتيريا بيكون عندي مجال اني اتعرف على طبيعة الدي ان اي اللي صار له دمج، ونقدر نعمل له عملية الكوركشن في داخل الخلية. هذا عبارة عن كريسبر تكنيك، أو بنعمل عملية إعادة صياغة لهذا الجينوم بسموها جينوم إيديتينج.
بالنسبة طبعا إلى التكست، في أكيد يعني الحمد لله النت أوبن مفتوح وريفرنسز موجودة ألوت. في عندنا كتاب اسمه مولكيولار دايجنوستيك فاندمنتال ميثودز اند كلينيكال أبليكيشن، هذا كريفرنس. في عندنا مولكيولار بيولوجي أوف ذا سيل برضه كتاب آخر كريفرنس إحنا ممكن نستعين فيه، مفيش مشكلة. نأتي إن شاء الله للإنترودكشن بتاعنا. طبعا هنا في الانترودكشن ليش بنقول عمليه الدي ان اي ريكومباينيشن او ريكومباينيشن دي ان اي ريكومباينيشن تكنولوجي. واحنا قلنا عمليه دي ان اي تكنولوجي هي يعني عباره عن صرخه العالم. يعني انت تتصور الان على سبيل المثال موضوع الفاكسينيشن بتاع الفيروس كوفيد 19، هي عباره عن دي ان اي تكنولوجي. عبارة عن ايش؟ دي ان اي تكنولوجي، يعني احنا عبارة عن ايش يعني دي ان اي تكنولوجي؟ بناخذ هذا الار ان اي بنعمل له حقن، تمام، بنحطه مثلا في فيكتور وبنعمل له برضه حقن، ممكن ندخل هذا الار ان اي مباشرة، ندخل البروتين مباشرة. اذا هذه كلها عبارة عن بروسيجرز. يعني بمعنى اخر انه الان الشغل في موضوع الفاكسينيشن هو شغل من خلال تكنيكس اوريدي نون، يعني مش شيء جديد. الجديد انه احنا حققنا ان نعمل فاكسين، ولكن الخطوات هي عباره عن خطوات اوريدي معروفه عند العلماء في هذا الموضوع. اذا الريكومباينيشن عباره عن سيت اوف ميثود يوز تو لوكيت انالايز اند التر، يغير من اللي هو ستادي اند ريكومباين دي ان اي سيكونس. يعني احنا هنعمل اناليسيس نعرف ايش طبيعته، وين موقعه، كيف نغير فيه، زي ما ذكرت في خلال التكنيكس اللي احنا تحدثنا عنهم في هذا الامر. وهذا الكلام بيعطيني اشعار ان كيف احدد طبيعه اذا كان هناك ستراكشر معين في عندنا ديفكت، كيف الفانكشن بتاعت الجين، تمام. وهذا الصحيح بيحاول يفيدنا من ناحيه الدياجنوستس بتاعت الديزيز، تمام، من ناحيه يعني الان كمان موضوع الشركات. يعني الشركات الان وموضوع البزنس بتاع الشركات كله يعتمد على الدي ان اي تكنولوجي اللي لها علاقه، سواء كان في موضوع الادويه، سواء كان في موضوع ايجاد بعض من التطعيمات، ايجاد بعض من البروتينات مثلا زي الهرمونز زي الانسولين، زي نعطي مثلا عامل 8 بتاع الكواجوليشن فاكتور. هذه كل شغلات يعني الى دخل في موضوع الدي ان اي ريكومباينيشن، كيف نعمل دياجنوستس، طبعا الى دخل في موضوع الميثودز وكيف نعمل علاج للديزيز. وهذا الكلام الصحيح بدا زي ما ذكرنا في عام 1950 وبداية الستينات، تمام، انه بدوا يحددوا ايش طبيعة الاشياء اللي تم اكتشافها، وكيف نقدر احنا نعمل عملية اللي هو تطبيق مانيبيوليشن لهذا الامر في داخل الخلايا، في داخل عفوا اللاب. اذا هذه الكومبوننتس اللي احنا تحدثت عنها دي ان اي او ار ان اي احنا هنحتاج نتعامل معها بشكل او باخر، ونحاول نشوف طبيعة الفانكشن بتاعتها. كمان اذا انت معني تدخل على موضوع البروتين من ناحية تشوف طبيعة البروتين، فانكشن مش فانكشن، هل في عندنا اكسبريشن للبروتين ما فيش اكسبريشن، برضو هذه من خلال المولكيولار تكنيكس احنا ممكن نحاول نطلع عليها بشكل او باخر من خلال التكنيكس اللي ذكرناها. إذن هنا بينقلني إلى موضوع السامبل هاندلينج. صحيح قبل أن نطرق لموضوع السامبل هاندلينج إن جنرال، يعني إحنا عادة الآن بنعرف مثلا أنه والله أنا بعرف أنه والله العلماء اكتشفوا في عنا مومياء عمرها مثلا 10,000 عام أو ما شابه ذلك، فعايزين نعمل دراسة عليها، فعايزين نعمل دراسة عليها معناته عايزين ناخد الجيناتيك ماتيريال تاعتها، هل في داخلها يوجد جيناتيك ماتيريال موجود أو لا، كيف كمان نعملها عملية هاندلينج ناخدها ونعملها ستوريج، تمام، بشكل أو بآخر. هذا الكلام كله من خلال التكنيكس ممكن يحصل عندنا ويكون موجود